All I got is so bad, broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح أعطيكم طريقتين زي النار راح تجيب لكم فلوس كثيرة جدا في طور الأونلاين لعبة Red Dead Redemption 2. حلوين؟ الطريقة بكل بساطة إن راح نصيد نوع معين من الحيوانات. أول حيوان عندنا راح يكون حيوان الكوغر أو حيوان النمر، أو زي ما يسميه بعض اللي يسموه النمر. حلو، فعندنا مكان كذا سري، لما نروح لهذا المكان السري يرسبن كوغر. كل مرة نروح يرسبن كوغر، كل مرة نروح هناك يرسبن لنا كوغر بثلاث نجوم، أحيانا بنجمتين بنجمة. يعني لما تروح لهذا المكان راح يجيك اللي هو كوغر أو نمر، وكلنا نعرف قيمة الكوغر السوقية، يجيب لك سعر عالي جدا، فيعني راح تطلع أرباح إلى أن تخاف. بالنسبة لحيواننا الثاني راح يكون حيوان البايسون، هو أيضا حيوان جيد ويعطينا سعر كويس. فيلا نخش في المقطع. أولا مكان النمر أو الكوغر راح يكون في منطقة البلاك ووتر، وتحديدا في هذه المنطقة زي ما تشوفون في الجيم بلاي. كل اللي عليك انك تتوجه لهذه المنطقة. طبعا لما توصل للمنطقة وتحديدا المكان اللي حددناه اللي هو البيوت، انت دور ورا البيوت زي ما انا ادور هنا، دور على اللي هو الكوغر. الكوغر يرسبن في هذه المنطقة، اذا وضعك تمام راح يطلع لك الكوغر وراح يهاجمك. لكن اذا جيت لهذه المنطقة وما طلع لك الكوغر فعادي يا خوي، الوضع طبيعي. كل اللي عليك انك تبعد من المنطقة حقنا وتروح لمكان بعيد، بعدها ترجع مرة اخرى لمكان الكوغر. ويفضل انك تروح هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي عند اسم بلاك ووتر، وتحديدا فوق حرف الدبليو. كل اللي عليك انك تتوجه لهذا المكان، بعدها ترجع مرة أخرى لمكان الكوغر، وراح تحصل أن الكوغر مستنيك ويباك تجلده على طول. فكل اللي عليك أنك تأخذ لك لفة أو تبعد عن المنطقة، بعدها ترجع مرة أخرى للكوغر. بعد ما أخذت اللفة الحلوة هذه ورجعت لمكان الكوغر راح تحصله موجود، وإذا ما هو موجود عادي أرجع نفس الطريقة، بعد عن المنطقة وارجع مرة ثانية. إذا حصلته أنت لك خيارين، يا انك تقتله بالبولت اكشن رايفل او سنايبر، او انك تقتله بالاسهم. انت مخير، اختار السلاح المناسب لك. لكن انا صراحة انصحك بالبولت اكشن رايفل، لانه تقدر تتحكم به اكثر وتقدر تجيبه هيت شوت عشان ما تقل جودته. طبعا زي ما تشوفون هنا داهمنا، قدرنا نقتله بالبولت اكشن رايفل، طلقة في راسه، بقيت الجودة ثلاثة نجوم زي اللهب. فانت راح تاخذ اللي هو الجثة وراح تاخذ ايضا الجلد، بعدها راح تتوجه لي اللي هو الجزار الموجود في بلاك ووتر. اباكم تركزون كم راح يجيب لنا الكوغر وجميع اشيائه. لما توصل للجزار اللي في منطقة بلاك ووتر، الآن راح نبدأ ببيع الكوغر وجميع أغراضه. طبعا الجثة راح يكون سعرها $13.50 إذا كان بيرفكت، والجلد راح يعطيك $5، واللحم راح يعطيك $2.25، والمخالب راح تعطيك $1. المجموع راح يكون $21.75 في 5 دقائق فقط، مرة ما راح تتعب. أيضا بنفس الطريقة راح ترجع للمكان وتصيد 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 على حسب حظك، ممكن يجيك بيرفكت، ممكن يجيك جود، ممكن يجيك بور، لكن انت في جميع الحالات راح تكون كسبان لأنه الكوغر
سعره جدا جدا غالي، حتى لو كان بور راح ينباع بسعر جيد جدا. في الأول والأخير أنت كسبان. إذا كان الكوغار جود أو نجمتين راح يجيب لك الأرباح التالية: الجثة راح تعطيك 8 دولار و10 سنتس، والجلد راح يعطيك 3 دولار، واللحم راح يعطيك 2.25 دولار، والمخالب راح تعطيك 1 دولار. المجموع راح يكون 14 دولار و35 سنت، يعني كسبان كسبان زي اللهب. طيب يا صالح، انا صدت واحد بنجمة واحدة، شكله ما منه فايدة، ايش رايك ارميه؟ لا يا خوي، الكوغر بجميع احواله راح يفيدك وراح يحقق لك ارباح، حتى لو كان بدون نجوم، ها برضو وديه للبوتشر وراح يجيب لك ارباح. اذا كان الكوغر بنجمة واحدة راح يجيب لك الارباح التالية: على الجثة 5 دولار و40 سنت، وعلى الجلد راح يكون 2 دولار، وعلى اللحم 0.75 سنت، والمخالب راح تكون 0.5 دولار، المجموع 8 دولار و65 سنت. كسبان كسبان. طيب الآن راح أعطيك مجموعة من النصائح اللي راح تفيدك وراح تخليك تصيد بطريقة ناجحة وتتفادى أي شخص يضايقك. أول نصيحة: كلنا نعرف انه هذا المكان في منطقة بلاك ووتر، وايضا منطقة بلاك ووتر هي منطقة الشياطين، اي واحد يبى حرب تحصل في بلاك ووتر، فخذ بالك من اللاعبين وخليك دائما في وضعية الاستعداد لاي حرب، لانه منطقة بلاك ووتر منطقة جنية وكلهم شياطين يحبون يتحاربون، فخليك مستعد. النصيحة الثانية: انتبه من المتربصين. المتربصين في بلاك ووتر كثيرين جدا، بعض الاشخاص كذا فقط يستناك عند الجزار، انت تتعب وتصيد ومدري ايش، انت تيجي عند الجزار هو يقتلك، ياخذ الجلد وياخذ الجثة ويبيعها بنفسه، فخذ بالك من المتربصين. اي شخص تحصله عند الجزار افجر وجهه بالسلاح وبعدها على طول بيع اغراضك، فانتبه انتبه من المتربصين. النصيحة الثالثة: اذا كنت شخص تبى تستغل هذه الطريقة باكبر شكل ممكن، فيمديك ترى تاخذ احد احصنة المواطنين وتستغلها كمان، يعني تحط كوغر وجلد كوغر على حصانك الرئيسي وتخليه يلحقك، تاخذ احد احصنة الام بي سيز او المواطنين وتعبيها ايضا بالكوغر، راح يكون عندك كوغرين وجلدين وراح تطلع تقريبا ب$50 اذا اثنينهم كانوا بيرفكت، عرفت كيف؟ فالنصيحة الثالثة: اذا كنت بتستغل هذه الطريقة بشكل كبير، جيب لك احد احصنة المواطنين واستغلها في الطريقة حقنا. بالنسبة للحيوان الثاني راح يكون حيوان البايسون، وراح يكون في هذه المنطقة أيضا بجنب الكوغر على طول، بجنب الكوغر على طول راح تحصل اللي هو البايسون، هو حيوان كبير أو بعضهم يسموه وحيد القرن، مدري ثنائي القرن، المهم اسمه بايسون في اللعبة، وراح يكون منتشر بكثرة جدا جدا. دور لك على واحد ب3 نجوم وأجلده في راسه بالسنايبر، فقط السلاح الوحيد اللي تقدر تقتله به ويحافظ على جودته راح يكون اللي هو السنايبر، فإذا كان عندك سنايبر أو بولت أكشن رايفل توجه للبايسون ودور لك على واحد 3 نجوم وأجلده في راسه جلدة، وخذ الجلد وتوجه للجزار وبيع هذا الشيء الجميل جداً. طبعا لما تيجي تبيع البايسون عند الجزار راح يجيب لك الأرباح التالية: الجثة ب$5، واللحم ب0.45 سنت، والمخالب راح تكون اللي هو ب75 سنت، المجمل $6.2. أرباح جيدة على شيء جدا جدا بسيط وما راح تتعب عليه. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هيد من البايسون. يلا سلام عليكم.